خاصة هذا تنفيذ طريقة ورق الطريق لهذا القطاع. بادية بدء نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أن أكون عند حسن ظنه وعند حسن ظن من أوكلني في خدمتهم ألا وهم المواطنين. إن شاء الله سوف نجسد أكيد تعليمات سيد رئيس الجمهورية، وإن شاء الله سنحذو حذوها وتحقيقها